جاي عامل ايه؟ عارف العلب اهو، هات هات الزوم، هات العلب اللي على الارض، العلب اللي على الارض ده تمام؟ ما ينفعش ان هو يقع على الارض. طب ايه الحل؟ طب بتروح منزل بيت تحت كده، الصاموله دي اهي 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 الصاموله اهي تمام، تروح تظبط الصاموله دي كده اهو اهو تمام؟ تمام اهو، فين تحت شويه كمان اهو، بس كده العلب مش هيقع تمام؟ خليك زي ما انت، زي ما انت على العلبه الثانيه زي ما انت. العلب هات العلب، شوف العلب واقع على الارض ازاي؟ شايف المنظر؟ هات تمام كده؟ نفس الكلام، هتروح تنزل لتحت اهو، الصاموله اهي تمام؟ هتروح تعمل كده اهو تمام تمام اهو. هتكمل بقى كل العلاقات هتكش عليها كده تمام، ماشي كده، توكلنا على الله. العلافه بقى دي ما بتوقعش علفه، اهي مفيش توقيع علف هنا 100 100 اهو. يبقى انا النهارده لما هجيب علافه اوتوماتيك، لما هجيب علافه اوتوماتيك غاليه هتوفر عليها كتير. فلك تمام تمام، توكلنا على الله.